يا صباح الورد والفل والياسمين سمر، الله يصبحك بالخير ويصبح كل مشاهدينا ومتابعين برنامج يوم جديد. اهلا وسهلا فيك سمر. اليوم راح نصبح عليك ونصبح على كل مشاهدينا من لواء وادي سير، هذا اللواء الذي يقع على بعد حوالي 11 كيلو متر غرب محافظه العاصمه عمان، ويمتاز بسحر وجمال طبيعته الخلابه بجباله وتلاله الخضراء الممتده، وايضا يمتاز بارض زراعيه خصبه تربة حمراء، مناخ فريد، وكثرة عيون وينابيع المياه الجوفية الجارية الموجودة فيها، كما تشتهر هذه المنطقة بزراعة التين والزيتون والرمان والحبوب والخضروات وغاباتها وأشجارها الحرجية. يبلغ عدد سكان هذا اللواء حوالي 367 ألف نسمة. يوجد فيه العديد من المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية. طبعا مشاهدينا اليوم راح يكون إن عدة إطلالات من هذه المنطقة الرائعة والمميزة. في بداية حديثنا راح نتعرف أكثر عليها، على هذه المنطقة الجميلة، وأيضا راح نتعرف على مهرجان وادي السير التاسع للمأكولات الشعبية. هذا المهرجان المميز اللي بيجمع حوالي 50 سيدة منتجة من مختلف المناطق المحيطة في هذه المنطقة لحتى يعرضوا أكثر منتجاتهم في هذا المهرجان. راح نتعرف عليه أكثر في إطلالتنا الثانية من وادي السير. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع برنامج يوم جديد. صباحكم سعيد.